لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان وشمول هذا المأتم بخفي ألطافه وتوجهاته وعناياته، صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله حسين غريب ويا مظلوم كربلاء يا مسلوب العمامة والردى يا ليتنا يا ليت كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أنسى لا أنسى أم البنين وإن أنسى لا لا أنسى أم البنين وقد فقدت ولدها أجمعا ولي تنوح عليهم بوادي البقيع فيبكي الطريد لها أدمعا ولم تسل من فقدت واحد فكيف بمن فقد أربعة أم البنين أتاك نعي الأربعة. بدأ الشاعر يتكلم ويا أم البنين، يقول أم البنين أتاك نعي الأربعة فأبت عيونك أن تطيع الأدمعا وسمعت عن قتل الحسين
فأوشك آيات قبل المنية روحك أن تطلع، فيا ليت يا ليت شعري لو ترين بعينك، يا شمران على صدر الحسين ترى، يا أبا أو تصبرين يا أم البنين ورأسه يا فوق القناة والصافنة ترض منه الأضلعا، يا ظلت معباس شنها سبابها سبابها، وليش بول يم الكربلة ما جابها، ها سؤال هذا يا بظلت معباس شنها سبابها سبابها، وليش بول يم الكربلة ما جابها، قالها ابو السنجاد للطفله تجين انت حسبتهم نيم قلب الحنين، يا ويل الحنين الحنين خاف ضلعك ينكسر يم البنين، يا ويلي وخيمتج هالقوم تحرق بابها، يا وخيمتج هالقوم تحرق، يا قباب، إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العلي الحكيم في محكم كتابه وجميل خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وروي عن مولانا باقر العلم قائلا إذا افتقدتموني فعليكم بهذا، مشيرا إلى الإمام الصادق، فاتبعوه فإنه هو الإمام بعدي، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين ببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين. آية من آيات القرآن الكريم ومقطع مميز من جملة المقاطع التكاملية في القرآن الكريم، لأن تعلمون الله عز وجل جعل هذا الكتاب المبارك الكتاب المقدس معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما جعله بمثابة الدستور، وهذا الدستور يحمل مجموعة من القوانين، هذه القوانين وهذه الأنظمة التي يحملها القرآن الكريم في طياته إنما هي بحقيقتها قواعد تكاملية
ترسم حياة الإنسان وتأخذ بيده نحو الهدفية ونحو النجاح. ولذلك الذي يلاحظ في القرآن الكريم يجد أن هذا الكتاب المبارك فيه أمرا في غاية الأهمية. هذا الأمر مع أن هذا الكتاب المبارك أنزل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في تلك البقعة الجغرافية التي كانت ضيقة الحدود، مع ذلك الله عز وجل جعل خاصية أفردها في القرآن الكريم. هذه الخاصية أفردت عن بقية الشرائع السماوية وعن بقية الكتب التي أنزلت قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، بل جعل القرآن الكريم ناسخا إليها وتاما لها، وجعل الدين هو إنما دين الإسلام، وجعل الدستور ذلك الإسلام القرآن الكريم، فناسخ لجميع الكتب السماوية ولجميع الشرائع. محل الشاهد، الله عز وجل حينما جعل هذا القرآن الكريم بتلك البقعة الجغرافية التي كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقطن فيها، جعل في طيات هذا القرآن الكريم أنظمة وقوانين إلى تلك البقعة وإلى العصور التي واكبت تلك البقعة وإلى العصور التي سوف تليها، بل وإلى يوم القيامة. يعني مهما كان هنالك إنسانا في عالم الدنيا، إلى أن تنتهي الدنيا فجعل الكتاب المبارك فيه، ومهما قرأه الإنسان استزاد علما وفتحت له أبواب، بل والعلم الحديث إلى يومنا هذا ما لم يكتشفوا اكتشافا عظيما في قرن هذا 21 وفي هذه السنين الحديثة المتأخرة، يجد إنما لذلك الاكتشاف جذرا في القرآن الكريم. فالله عز وجل محل الشاهد جعل المعجزة فيه أولا هو من كلام العرب وباللغة العربية الفصحى، وجعل ثانيا من يقرأه في ذلك الزمن يستفيد منه وينظم حياته، ومن يقرأه في 2020 2019 21 إلى أن تنتهي هذه الدنيا فإنه مواكب إلى كل العصور، بل سابق إلى العلوم التي نحن نتوصل إليها. محل الشاهد، الله عز وجل ذكر مجموعة كاملة في هذا الكتاب المبارك وهذا الكتاب المقدس. هذه المجموعة ومن القوانين إنما هي بمثابة القواعد التكاملية للإنسان. قاعدة من تلك القواعد التكاملية الكمالية التي ما إن أخذها الإنسان على نحو الجدية، لأن تعلمون إخواني القرآن الكريم مع أنه كتاب دستور وقانون وما إلى ذلك، لكن نفس هذا القرآن الكريم تارة يكون وبالا على الإنسان، وتارة يكون لا منجيا للإنسان. لأن أنت تقرأ عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول في موضع من مواضع أحاديثه، يقول النظر في آيات القرآن الكريم يستحصل الإنسان من ذلك النظر قوة العين، الشفاء للصدور، لكن في موضع آخر ماذا يقول؟ يقول كم من قارئ للقرآن والقرآن شبيه يلعنه. يا رسول الله أنت تقول مجرد النظر مو القراءة. قال ها، كثير من الناس تقرأ القرآن الكريم بقراءة سطحية، والله عز وجل جعل أصلا منظومة الدين قائمة على الحقيقة، وجعل القرآن الكريم إنما هو قلب الحقيقة، فلا يقرأه الإنسان ما لم يجعل هنالك حصانة. هذه الحصانة تعد بمثابة المنظرة، يعني الإنسان إذا لبس تلك المنظرة انعكس القرآن الكريم على حياته وأخذه إلى الكمال وتكامل في عالم الدنيا، لكن ما لم يلبس تلك المنظرة ما يستفيد من القرآن الكريم، بل القرآن الكريم في يوم من الأيام يكون حجة عليه. شنو هذه المنظرة؟
المنظر أوضح الله عز وجل في القرآن الكريم قائلا بسم الله الرحمن الرحيم: أفلا يتدبرون أم على قلوب أقفالها. الله عز وجل يريد التدبر، لأن مجرد القراءة السطحية، القراءة الظاهرية لا تغني من الحقيقة شيء أبدا. ولذلك الله عز وجل تجي في القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس، إيش بيهم يا رب؟ قال لهم قلوب، لكن إيش بيها قلوبهم؟ لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأن هو عنده عين وعنده أذن وعنده قلب، لكن هو ما مفعل لعين القلب، مفعل فقط العين الباصرة، عين البصيرة ماكو، عين الحقيقة ماكو. محل الشاهد الله عز وجل يقول ما لم يكن الإنسان محققا لغرض القرآن الكريم إنما يقرأه بقراءة حقيقية، بقراءة تدبرية، وإلا مجرد قراءة القرآن الكريم والدندن في القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم لا يغني شيئا. وإلا ترى أغلب الظلمة كانوا حفظ القرآن الكريم، بل كانوا حمامة المسجد. لكن العبرة وين؟ العبرة فيما ينقلك الإنسان أو فيما ينقلك القرآن نقلة تكاملية حقيقية في عالم الدنيا، هناك عند ذلك الإنسان يتفاخر بقراءته للقرآن الكريم، وإلا مجرد القراءة لا تغني أبدا. ولذلك الله عز وجل يقول قاعدة من تلك القواعد التي ما أن يفعلها الإنسان في عالم الدنيا ينجى، ما هي القاعدة؟ إنما ابتدأنا بها حديث الليلة ونحن على مقربة من شهادة واستشهاد الإمام الصادق روحي له الفداء سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الآية القرآنية المباركة حاكية عن نظام، هذا النظام اسمه الإمام، الخلافة الإلهية من بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قبل أن نخوض في غمار هذه الحقيقة لدي توجيه صغير جدا، هو مما يؤسف إليه إننا حينما نبحث بهذه الحقيقة القرآنية الروائية الواردة في القرآن الكريم في أكثر من موضع، والواردة في الموروث الروائي والحديثي، مباشرة تأتي أصابع الاتهام علينا بأننا نخلق الجو الطائفي أو جو التفكك المجتمعي، ونحن براء من هذا الكلام. لماذا؟ لأننا نؤمن إيمان حقيقي على أن كل من شهد أشهد أن لا إله إلا الله وشهد للنبي الأكرم بشهادة أنه محمدا عبده ورسول الله، فكل من شهد بهاتين الشهادتين نحن نعتبره إنسانا مسلما أخا لنا، نبادله السلام والحب والاحترام، ونكل كل اتجاهات الاحترام له. لماذا؟ لأنه هو مشترك فينا، معنا في الإسلام. فمن شهد بالشهادتين إنما حقن دمه وماله وعرضه. لكن حينما نبحث في هذه الحقيقة، هو إننا لابد علينا أن نجعل يد الفائدة على الأنظمة التي طرحها القرآن الكريم وجاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فنطرح هذا الطرح بطرح علمي منهجي لا همجي أبدا معاذ الله.
والله عز وجل أراد من الإنسان المنهجية في حياته، لا الهمجية، لا أن يخلق الجو الطائفي والتناحر والتفكك المجتمعي أبدا، بل نحن نبدي السلام لكل طبقات الإسلام. وما نبحث هنا هي عقيدة نحن نعتقدها واردة في مذهبنا، والمذهب الإمامي اهتم بها اهتماما بالغا، وهذا الاهتمام مرجعه إلى دليلين بالواقع، الدليل العقلي والدليل النقلي. ما نتعرضه إلى الدليل العقلي فنورد دليلين. الدليل الأول على وجود الخلافة الإلهية من بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إنما واقعة تحت دائرة اللطف، هذه الخلافة الإلهية. كيف؟ نحن نؤمن على أن الله عز وجل هو اللطيف بعباده، وكذلك نعتقد أننا حينما جعلنا في هذه الأرض وخلقت جميع الخليقة على وجه هذه البسيطة إنما لأمر، وقالوا العلة الغائية أو سبب العلة الغائية التي خلق الإنسان في عالم الدنيا هي واحدة، ما هي؟ العبادة. ولذلك الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعال شوف آل محمد ماذا يقولون، يقولون أي ليعرفون، لأن يعني الله عز وجل هم ما يريد فقط عبادة وكما أشرنا الليالي الماضية، بل يريد كفتين من العبادة والمعرفة، مجرد العبادة لا تغني أيضا من الحقيقة شيء، ليعرفون لكي يتوصلون. ولذلك الله عز وجل أراد من الإنسان التكليف، وأراد منه الائتمار بالأوامر والانتهاء عن النواهي التي أساقها في القرآن الكريم. طيب يا رب أنا أريد أن أكون بعداد العابدين إليك، المتوصلين إلى أمرك، السالكين طريقك، كيف لي ذلك؟ كيف لي ذلك؟ الله عز وجل قال عن طريق قناة اسمها قناة النبوة، طيب يا رب أنا ما عصرت النبي، كيف لي أن أخذ أحكامي؟ قال هنالك قناة أخرى تسمى بقناة الخلافة الإلهية، قناة الإمامة. ما دورها وما حد تكليفها؟ قال إنما كلفت بأن تخلي عجلة النبوة تسير وتأتي بالأحكام إلى الناس وتأخذ بأيدي الناس إلى الله عز وجل، وأن هذه الإمامة إنما بمعنى الزعامة والريادة الإلهية. طيب كيف لي أن أعرف ذلك الإمام؟ إذا تصفحنا في القرآن الكريم نجد أن هذا الأمر وارد في كثير من المواضع القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا؟ قال إني جاعل في الأرض خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس، بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. كل المصطلحات وكل المفردات الواردة في تنصيب الخلفاء الإلهيين والحجج الإلهيين في الأرض إنما ابتدأت بالجعل الإلهي، هذا القرآن الكريم صريح وحاكي. القرآن الكريم يقول إنما الخليفة يكون بجعل وتنصيب إلهي. ولذلك المذهب الإمامي يوم اللي يعتقد بهذه الخصيصة العقائدية إنما جذره في الاعتقاد بها هو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم من قال في اتجاه الحجج قال الجعل والتنصيب الإلهي. فنحن نؤمن بأن كل هؤلاء الأئمة
إنما هم مجعولون مصطفون مجتبون من قبل الله عز وجل. يأتي التساؤل إلينا، هو إنكم لماذا لا تؤمنون بتنصيب ذلك الإمام أو ذلك الحجة أو ذلك الخليفة الإلهي الذي يأخذ بزمام الأمور من بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالشورى؟ ليش ما تعقد هنالك مجلس شورى وأنتم يتشاورون رؤساء القوم ويتخذون وينتخبون أحد من وجهائهم إلى هذا المنصب؟ وقالوا احنا مو بعيدين عن هذا المقترح، يعني هذا مقترح مو بعيدين عن القرآن الكريم. فالقرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم. لطالما الله عز وجل قال ترى أمركم شورى بينكم، خلونا نعقد أمر الشورى وننتخب ذلك الإمام. لكن اللطيف المذهب الإمامي لا يتقبل هذا الكلام. بمن؟ باتجاه العقيدة، باتجاه الاختيار إلى ذلك الحجة والولي الإلهي، بل يقول هو لا بد عليه أن يكون منصبا من قبل الله عز وجل. يا بليش ما تقبلون؟ قلنا لأن هذا الأمر الذي يقوم به الحجة والخليفة والإمام من بعد النبي الأكرم إنما هو أمر الله مو أمر العباد. لو كان أمرا للعباد لتسالمنا وتسامحنا في أن نختار، لكن هو هذا الأمر هو إنما أمر إلهي أمر رباني. واللطيف الله عز وجل يوم اللي إجى إلى أمورنا وشؤوننا الحياتية المجتمعية قال وأمرهم شورى، لكن يوم اللي إجى إلى أمر الله عز وجل ماذا قال؟ قال وجعلناهم أئمة شنو؟ يهدون بأمركم لو بأمرنا؟ بأمرنا. لطالما كان الأمر إلهي فالتنصيب إلهي لابد. فقال يهدون بأمرنا، ذولي أي رب الذين يهدون بأمرك، من له حق التنصيب لهم؟ قال فقط الله عز وجل، فقط السماء لها حق في أن تضع وفي أن تجعل وفي أن تختار. فالأمر جعليا بالجعل الإلهي، ولا يصح إلى الإنسان أن يختار. ليش؟ لأن نحن بتجربة عملية دائما ما نخطئ في اختيارنا. لماذا؟ لأن العقل البشري غير كامل أبدا، وإلا أنا وياك والجالسين جميعا واللي يسمع متسالم على أمر. هو حينما تسير عجلة الحياة للإنسان ماذا؟ ويتذكر أعماله وأفعاله والأوامر اللي كانت تصدر من عنده، ماذا يفعل؟ يندم. ليش؟ لأن كبر بالسن، كبر العمر، أو تفتحت مدارك العقل، أخذ يفهم، أخذ يتطلع، أخذ يعرف، أخذ يدرس، فيندم على بعض الأفعال. هو أنا شلون فعلت هيجي وشلون اخترفت هذا الأمر وشلون أذنبت ذلك الذنب؟ لماذا؟ ليش؟ لأن تفتحت مداركه العقلية. ولذلك الإنسان لا يحق له الاختيار، لأن تارة الاختيار يكون ناقصا على أساس ذلك العقل المحدد، يعني تلك المدارك المحددة الصغيرة الحادة بالإنسان، وتارة يكون عن طريق لا صداقة زمالة، عن طريق تأثيرات اجتماعية فيكون الاختيار. ولذلك الله عز وجل قال لطالما هذه الخاصية وهذه المهمة الملقاة على عاتق الأولياء مهمة إلهية، فحق للسماء أن تختار. ولذلك حينما نكون برحاب الشهادة لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه
ونرى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من موضع إلى يوم شهادته وهو يشير إلى ولده الصادق ويقول اتبعوه فإنه هو الإمام من بعدي. لماذا؟ لأن واجب على الإمام أن يطلع الناس على من يقود الأمر، على من يقود الأمر من بعده. لماذا؟ لأن نفس هذا الإمام هو يشكل محور الحفظ للشريعة، والشريعة إنما المتمثلة بالقرآن الكريم تكون هي مورد الأوامر للإنسان، فبانقطاع الشريعة ينقطع الإنسان عن التكامل، والشريعة أكو حافظ، أكو قيم عليها، أكو قرآن ناطق عليها، بانقطاعه تنقطع الشريعة. فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه منطلقا من أجواء القرآن الكريم كان تحديده حصرا بيد الإمام الذي قبله. واللطيف يعني حقيقة عقائدية وبها نختم، هو كلام المعصوم وكلام النبي الأكرم مو واقع تحت تأثيرات اجتماعية أو تحت تأثيرات أسرية أبدا، إنما واقع تحت تأثير السماء. ولذلك يوم السماء تجي تحدد دائرة حجية كلام المعصوم وحجية كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا تقول؟ حاكي عن لسان النبي الأكرم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن شو الاختلاف؟ قال يوحى إلي، يوحى إلي ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن. لماذا يا رب؟ قال لأنه يتمتع بمهمة، ومقتضى لهذا المهام هو العصمة. فالنبي الأكرم وما تلاه من إمام معصوم لا يتكلم ولا ينطق ولا يفكر ولا يعطي إلى الناس بوحي غرائزه أبدا، إنما بوحي السماء، إنما بالوحي الإلهي الرباني. قالوا إذا كان كذلك وأنتم تقولون أن الإمامة واجبة والإمامة لها فضل كبير على الناس، من هو إمامكم في هذا الزمان؟ قلنا الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرج. قال أين هو؟ قلنا يعيش دور الغياب. قالوا إذا كان غائبا انتفى دوره. وين دور؟ إذا كان هو غائب وغائب عنكم أين دوره؟ فدوره غير موجود. إخواني، نحن في مجال الاعتقاد بدور الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، فإننا نعتقد بوجود الإمام بيننا، لكن هو غائب بغياب العنوان لا غياب الدور. يعني عنوانه ما حد يعرفه لكن دوره موجود. حتى جابر من يسأل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شنو علة ذاك الإمام الذي سوف يغيب، شنو فائدته؟ قال كفائدة الشمس إذا جللها السحاب. فدور الشمس موجود وإن كان مجلل، وإن كانت لا تراه العين، حتى قالوا إن القمر يستمد ضياءه من الشمس. فدور الإمام صاحب العصر والزمان موجود، لكنه غائب وغيبته أيضا واقعة تحت دائرة الحكمة الإلهية. الله عز وجل حكيم ويعلم بهذا الغياب، هو من مصلحة الأمة ومن مصلحة الإمام صاحب العصر والزمان ومن مصلحة المنظومة الدينية. والأمر هين، الأمر هين، يعني كثير عندنا نماذج في القرآن الكريم إنما تعيش دور الغياب لكن فائدته ودوره موجود. مثل من؟ مثل ملك الموت. كلنا نؤمن بوجود ملك الموت، السبب بالموت الاستقلالي. الله بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكن بالموت التوكيلي إلى ملك من الملائكة
قال بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم شبيه هذا ملك الموت، قال الذي وكل بكم يتوفاكم. لكن أكو واحد شاف ملك الموت من عندنا غير النبي وآله؟ ما حد رأى تقاسيم لذلك الملك، لكن دوره موجود أو لا؟ دوره موجود. الله عز وجل يقول عن ملائكة والنازعات غرقا، بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا، يتكلم عن ملائكة أخرى والسابحات سبحا والناشطات نشطا، وإلى أن يقول فالمدبرات أمرا، حاكيا عن أدوار ملائكة. هؤلاء الملائكة تنزع روح الإنسان، وأكون ملائكة تأخذ روح المؤمن برفق، وأكون ملائكة تدبر شؤون العباد من السنة إلى السنة، لكن هي تعيش دور الغياب، تعيش دور الغياب، لكن دورها موجود غائب عن الواقع الحسي المادي الخارجي، لكن دورها مؤثر في عالم الدنيا. فكذلك الإمام صاحب العصر والزمان منطلقا من هذه النماذج الإلهية القرآنية في القرآن الكريم. لكن ما على الإنسان هو أن يطبق حديث النبي الأكرم القائل أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، هو يؤمن بدور الإمام لكن مع ذلك هو ينتظر الفرج للإمام صاحب العصر والزمان. وإخواني هم أكو ضبابية في انتظار الفرج، يعني مو انتظار الفرج فقط لقلقة لسان، مو انتظار الفرج فقط أن أقرأ دعاء الفرج للإمام صاحب العصر والزمان، لا، انتظار حقيقي، لأن أكو انتظار أنت مجبور عليه. هاي لقيت الحسينية تدعي وأبوك يدعي وأم تدعي وكذا، وما ألفينا عليه آباؤنا وندعو للإمام صاحب العصر والزمان، لكن القلب غير منتظر للإمام المهدي، هذا الانتظار لا فضل فيه وبه أبدا. الفضل في انتظار المنتظر الحقيقي العامل لرضا قلب المولى صاحب العصر والزمان، المستشعر للرقابة الإلهية، المستشعر للرقابة المهدوية، اللي يستشعر وجود الإمام صاحب العصر والزمان بينه، اللي يستشعر غربة الإمام صاحب العصر والزمان بيننا، اللي يستشعر أنه ما يصدر مني قد يفرح قلب الإمام، وما يصدر مني قد يؤذي قلب الإمام صاحب العصر والزمان. كثير من الأعمال التي تعرض على قلب المولى صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين له الفداء، تارة يدعو إلى الإنسان وتارة يحزن ويبكي لأعمالنا، لأن بواقع الانتظار أيضا هو منتظر إلينا، مشتاق إلى شيعته وإلى محبيه. لكن ما على الإنسان إلا أن يجد ويعد العد في الانتظار الحقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا، هم مو فقط آمنوا يعني آمنوا بصاحب العصر والزمان، إلا الذين آمنوا وعملوا، إيمان يتبعه عمل، ولذلك ما يصدر وما ينبعث عن الإنسان خيرا يفرح قلب الإمام صاحب العصر والزمان، وما يصدر عن الإنسان شرا يؤذي قلب الإمام. ولذا هذا الشاعر شو يقول له؟ يقول للإمام صاحب العصر والزمان، يقول له سيدي أبا صالح بتقصير اعترف يا ابن الزكية، مقصر أنا وياك تقصير اعترف يا ابن الزكية، بذنوب معطل وكلها من دي، عليك اقسم انا بدمعة رقي ردت نظرة ابو تنظر الي مولاي. ها يلا خلونا نروح بدموعنا وباهاتنا ونتقرب للمولى صاحب العصر والزمان. سيدي مولاي أبا صالح بتقصير اعترف يا ابن الزكية،
بذنوب معطلي وكلها من يدي عليك يقسيم أنا بدمعة رقية رديت نظرت أبو تنظر إلي يا مهدي يا مهدي يا مهدي. هو الإمام صاحب العصر والزمان يقول أنا أعظم شيء على قلبي هي مصيبة زينب. نتقرب إلى قلب المولى صاحب العصر والزمان بمصيبة زينب. عاد زينب ذاك اليوم وصلوا إلى مقربة من مدينة رسول الله وهي باوعت قالت من المدينة؟ وصلنا إلى المدينة. قالوا لها بلى سيدتي. قالت مدينة جدنا لا تستقبلينا فبالحسرات والآهات جينا خرجنا من كبل أهلينا جمعا رجعنا يا لا رجالا لا بنينا يا. ويجي بشر بن حذلم الإمام زين العابدين قال له يا بشر رحم الله أباك إنه كان شاعرا فهل تجيد من الشعر شيء؟ قال بلى سيدي. قال له روح وانعى أبي الحسين. وزينب ايش قالت له؟ قالت له يا بشر بالله يا طارش راح واقصد للمدينة وقلهم ترى شيخ العشيرة ذابحينه وقلهم ترى نسوانكم ظلت رهينه. ودخل بشر بن حذلم ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. قالوا له ما الخطب؟ قال الخطب والخبر عند قبر النبي الأكرم. ذهبوا إلى قبر النبي الأكرم نادى يا أهل المدينة يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار ولنصوت من الجمع الأكبار 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 طلع يا دمرة تمشي وتعذر. صاحت يا ناعش هالخبار صوتك لعند القلب فطار أثار المرام عباس الأزهر. قالت له شنو الخبر؟ قالها قال أنا أنعى الحسين. وهي تقول له شنو الخبر؟ قال له لعذرها عذرها هاي أم البنين هاي أم العباس وأخوته. قال ها أم البنين. قالها عظم الله جرك بجعفر وعون تقل الكل في دل حسين يرحون. قالوا عبد الله غدا وياهم فرد كون تقل الفخر ريحانة المختار. قال انشت العباس اش تقولين التوت وتقول قل بقرة العين. قال أعظم الله أجرك بالحسين فإنه ذبح من القفا. رجعت أم البنين إلى دار زينب طرقت الباب طلعت الجارية من الطارقة قالت معزية لمولاتي زينب. قالت سيدة زينب ما تريد معزية؟ قالت لماذا؟ قالت عسى أن تكون شامتة بنا كل الناس قاموا يشمتون بينا. قالت ما نجامت ما نم الابنين أنا الفاجد لا واحد ولا اثنين.
يا ويلي ولذنين ولذنين. زينب سمعت أم البنين على الباب صاعد قوم واني الفواطم فكن الباب وتلقن شريكتنا بالمصاب. هاي أم البنين ونسل الأطياب راحوا الأشبوع الأربع أحساب. طلعت زينب تنادي وأخاه وعباسا، لكن إخوان المصيبة وين؟ يوم اللي دخلت أم البنين تعدت من زينب ما عرفت زينب. الشاعر يقول تعدت مع عباس من زينب ترايا وتسألي نسوان ياهي هالمرة ليش يعني زينب هاكثر متغيرة وهاكثر من السفر متعوبة. زينب قالت لهم البنين ما عرفتيني أنا زينب. قالت زينب صاير بيك مسوية كربلة بيك. بعدين أنا أتكلم وياك زينب عندي سؤال واحد. قالت اسألي أم البنين. قالت المحنة المحنة أنا أرداني شديك على راعي المحنة وللمحنة المحنة اشسوى الخواتم النخنة. أنا وإن كان ما راضين عنا لروح الكربلة وعاتبنا. أنا وحرم حلي بالشرب منا. قالت إلا لا يما اش تقولين ثلث تنعم من أخوي العباس. زينب قالت إلى أخوي العباس قطعوا جفوف لأجل الحسين. أم البنين توجهت الكربلة قالت الحمد لله يا يما على نصيبي وحلال عليك يا يما حليبي. لو أن ندرب حليب هالوفة كان بعد ربيت لك يا حسين خوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. سألون الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ربي نسألك وندعوك باسمك العظيم والأعظم يا الله. إخواني كثيرا يوصون الحوائج مرضى أصحاب حوائج مستعصية جميعا نقرأ. أما يجيبون يا الله أما 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 يا الله إلهي نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه يا الله. فرج عنا سامحنا واعف عنا بمحمد وآل محمد يا الله. إلهي من أوصانا بالدعاء يسر اللهم حوائجه اقضها له بمحمد وآل محمد. المرضى ألبسهم ثوب الصحة والعافية لا سيما المرضورين يا الله. إلهي وسيدي ومولاي احفظ هذا البلد واجعله آمنا وجميع بلدان المسلمين يا الله. إلهي وسيدي ومولاي إخوان الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. اقض اللهم حوائجهم للدنيا والآخرة. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات أمواتكم جميعا شيعة أمير المؤمنين العلماء خدمة ورواد منبر سيد الشهداء رحم الله من يقرأ الفاتحة تا
تسبيقات صلاة على محمد وآل محمد. Hey.